تعالوا نقرأ المشهد أكتر ونفهم هو إيه اللي بيحصل في بريطانيا من سمير تكلا الأمين العام للمجموعة البريطانية المصرية بالبرلمان البريطاني. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا ست الخير. إيه اللي بيحصل النهاردة في بريطانيا، وهل معقول أو هل طبيعي أنه بعد أقل من شهر على تولي ليز تراس منصبها يكون استطلاع الرأي اللي بيشارك فيه المواطنين البريطانيين بيقول أن 51% منهم يفضلوا أنها ترحل عن منصبها؟ 51% بس هي اللي نجحت، هو مين اللي نجحها دي؟ هم الشعب اللي نجحها في الانتخابات. أنا ما أعرفش حكاية، يعني مش عارف جايبين منين الأرقام دي. هو ده استطلاع احنا نشرناه، لو حد كنت متابع الجزء اللي فات. معلش، استطلاع يوغوف. استطلاع، لكن هو مين اللي نجحها؟ مين اللي جابها لرئاسة الوزراء؟ ما هو وارد انه الناخبين يجيبوها لكن يفاجئوا بقرارات لا تناسبهم فيقرروا ان هم مش عايزينها، وده مش أول مرة يحصل في بريطانيا. مش أول مرة يحصل كلامك، يعني الناس جابوا بوريس جونسون ومشوا بوريس جونسون كمان، وقبلها وقبلها تفاصيل كتير. بس مش ندي للست فرصة تشتغل؟ هي انتخبوها على أساس السياسة دي، هي قالت احنا مستعدين، انا مستعدة اخد قرارات صعبة وهتحمل المسؤولية. لكن هل هي قرارات صحيحة أستاذ سمير؟ لأنه ممكن تكون القرارات صعبة بس هي قرارات صحيحة وسليمة ويتفق معها الناس في الرأي ده، لكن واضح النهاردة من نتيجة الاستطلاع أنه في عدم اتفاق على صواب السياسة أو الاستراتيجية تحديدا الاقتصادية. خلينا أقولك على حاجة، خلي نمسك موضوع مثلا الضرائب اللي هي نزلتها من 45% ل40%. ديت أنا متفق معاكي أن ديت كانت مفروض تنزل ضرائب. لا هو معلش، بس هو انا ماليش راي طبعا في الموضوع يا استاذ سمير، انا بنقل التفاصيل اللي بتحصل في بريطانيا او وجهات النظر في بريطانيا، لكن انا شخصيا يعني كهبه ماليش ولا انه موافقه او ضد هذا القرار. هو مش مهم، هي الفكره ان هي يعني لو هي نزلت الضرائب كان انا في رايي انها كانت نزلت الضرائب على الناس متوسطه الحال مش على الناس الاثرياء. دي نقطة. ما هو الخلاف على ايه؟ على القرارات اللي هي اخذتها. مظبوط، لكن القرارات اللي هي اخذتها دي كانت عاملة، يعني كان في مقدمات للقرارات دي، كانت قالت انا هعمل كده. هم جم استعجلوا شوية في الموضوع ده رأيي انا، لكن انا بقول لك كمان كانت هي لازم تخفض الضرائب على الناس اللي هم متوسطي الحال. طب ده جميل، بس في هنا نقطة لافتة، يعني حضرتك بتقول انه الناس اتسرعت شوية، طب هي نفسها اتسرعت؟ يعني هي النهاردة طالعة بتنفي او بتقول بتتراجع شوية بشوية كده عن سياستها وبتقول انه كان فعلا لازم تتطبق بطريقة مختلفة، طب الناس متسرعة لكن هي نفسها صاحبة الاستراتيجية، ليه مش بتدافع عنها؟ لا هي ما قالتش كده، هي اللي قالته ان هي كانت لازم تحسن ترتب الأرضية تدخل في قبل ما تنشر الحاجات. ده اللي قالته، ان انا كنت مستعجله فما امنتش ما رتبتش الاوضاع علشان قبل ما اعلن الحاجات. دي اللي قالته. لكن احنا يعني دايما بنتسرع في الحكم على الناس. لازم نديهم فرصه نشوف الطريقه بتاعتهم هل هتنجح ولا لا. لكن الحكم عليها بالسرعه دي يعني مش يعني it is not fair. مش من العدل. طب في وجهة نظر حضرتك أو في توقعاتك أو قراءتك للمشهد البريطاني، هل الناخب البريطاني هيترك ليز تراس ولا هنكون تمارس طبعا مهامها ومنصبها وتمضي في هذه السياسة قدما، ولا ممكن نكون قدام سيناريو الانتخابات المبكرة زي ما حصل مع بوريس جونسون اللي سبقها؟ يعني أعتقد إن هي هتستمر. أعتقد إن هي هتستمر. ده أمر مهم. ما أصل الإعلام استعجل جدا على حكم على الست. الإعلام ولا الناخب؟ لا الناخب، ما الناخب ساكت، الناخب ما اتكلمش. الإعلام هو اللي، الإعلام هو اللي مكبر الموضوع. بس هو الإعلام بيغطي الاستطلاع والآراء بتاعة الناخبين. مش كل الصحف. مش كل الصحف. في صحف في صف المحافظين، في صحف صف العمال، في صحف صف الليبراليين، فمش كل الصحف. انت عارفه هنا الصحافه عندها حريه يعني تكلم زي ما عايز. اختلاف السياسه التحريريه كمان ممكن يبقى له عامل كبير. نعم فندم؟ اختلاف السياسه التحريريه ايضا ممكن يبقى له عامل كبير.
يعني زي ما بتقولي كده، بتقولي هي قالت للملك ما يروحش، هي تنصح الملك، خلي بالك في النقطه دي. وفي ناس حتى قالت ان هم ضغطت على الملك، ما فيش الكلام ده. هي يعني مهمه الحكومه انها تنصح الحاج الملك، لكن ما تقولوش اعمل ده ما تعملش. لكن هو على ما يبدو استجاب برضو لنصيحتها أو استمع ليها، مع أنه كان واخد قرار بالحضور. على أي حال أنا بشكر حضرتك طبعا. هو تفضل. على أساس هو كان جاي، هو كان هيجي على أساس كان ولي العهد، لكن لما بقى ملك الوضع اختلف. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا سمير تكلى الأمين العام للمجموعة البريطانية المصرية بالبرلمان البريطاني. شكرا جزيلا لحضرتك، وطبعا المشهد البريطاني بيستحق الذهاب والعودة، وهنشوف هنتابع حالة عدم الرضا الموجودة عند يعني شريحة كبيرة من الناخبين البريطانيين، هل هي هتستمر ولا هتنجح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس في امتصاص حالة الغضب أو احتواء الموقف وهندلة الأمور، لأنه الظرف الاقتصادي والمشهد الاقتصادي صعب جدا، وهي دي أحد تبعات الحرب الروسية الأوكرانية اللي زي ما قلت لحضراتكم في بداية هذه القصة أو بداية هذا التناول، إنه هي النهاردة بتأثر مش بس اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، هي بتمس الدول الأوروبية في الداخل نفسه وبتهدد استقرارها، وعاملة كده شوية يعني إيه مشاكل في حالة رضا المواطنين عن أداء حكوماتهم واستيعابهم لقرارات الحكومات والرؤساء والزعماء.